Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learning English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي. أهلا بكم مرة تانية. شكل ما وعدناكم إن شاء الله إن إحنا مش هنكتفي فقط بشرح الدروس، ولكن هنطبق على الشرح ده من خلال حل التمارين الموجودة في الكتب اللي موجودة عندنا إن شاء الله. والنهاردة إن شاء الله هنطبق إن شاء الله من خلال حل تمارين الدرس الأول اللي هو الكونفرسيشن تايم من كتاب المعاصر اللي إحنا بنشرح منه أصلا، ومن كتاب بيت باي بيت إن شاء الله. تابعنا إن شاء الله عشان تعرف إحنا بنحل ليه وبنحل إزاي. وما تنساش لو عجبك الفيديو شير لكل زمايلك إن شاء الله عشان الكل يستفيد. يلا نبتدي حلولنا النهاردة، واللي هنبدأ إن شاء الله بكتاب المعاصر. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. تعالوا نبدأ يلا بكتاب المعاصر page 14 صفحة 14. مديني فيها سؤال بيقول لي circle the old word and replace it with the correct one. طبعا عارفين ان في السؤال ده احنا بنطلع الكلمة المختلفة وبنحط مكانها كلمة شكل الباقي. عندنا himself, itself, your and herself. طبعا كلها حبايبي ضمائر منعكسة ما عدا your، لان your دي صفة ملكية، فبالتالي هشيل your واجيب مكانها ضمير منعكس شكل yourself. Yourself يعني بنفسك. Number two, music room, clean, kitchen and school. طبعا لو بصيت على كل ده هلاقيه أماكن ما عدا clean. Clean بمعنى ينظف أو نظيف. طب أنا عايز بقى مكان شكل الباقي، أي مكان يا حبايبي هيبقى صحيح. مثلا هنقول park يعني حديقة. طيب number three بيقول لي move, concert, lift and help. طبعا برضو لو بصيت على كل ده هلاقيه verbs افعال ما عدا كلمة concert، لان concert دي noun اسم. طيب هجيب بقى any verb اي فعل like the other شكل الباقيين، فهجيب مثلا وليكن play وده verb سهل خالص، فعل سهل جدا. طيب تعال نشوف under, in, behind and sure. طبعا لو بصيت هلاقي كل دي ظروف مكان ما عدا كلمة sure. sure معناها بالتأكيد. طيب هجيب مكان ايه؟ قال هجيب مكان اي ظرف مكان بقى like on. طيب تعالى نمبر 5 بيقول لي really happy base and hot. طبعا لو بصينا هلاقي كل دي adjectives كلها حبايبي صفات ما عدا كلمة base، لان base دي آلة موسيقية. طيب عايزين بقى صفة، اجيب بقى عكس اي كلمة هنا او اي صفة، هجيب عكس happy مثلا sad، وsad بمعنى حزين. page 17 طبعا صفحة 17 هلاقي فيها محادثة، المفروض ان انا دي listening يعني المفروض بسمع المحادثة من المستر وبعدين او المس، وبعد كده بكمل انا بالكلمة على حسب ما اسمع في المحادثة. فانا بقول لي what are you doing هبة؟ I'm helping Mr. Khalid clean up the music room. فالمفروض ان انا سمعت كلمة clean فهكتب clean. Can I help you؟ الكلمة اللي انت سمعتها help، فبالتالي هكتب هنا help. Sure, you can move the bass. طبعا ايه الكلمة اللي انت سمعتها؟ move. Move. Where I put it. طبعا هنا where can I put it. طبعا ايه الكلمة اللي انت سمعتها؟ can. فاكتب can. Where can I put it? Over there by the window. Page 18 تعالى برضو بقول listen and complete. المفروض ان انت بتسمع برضو وبتكمل. Kareem is talking to Muna. Kareem says what are you doing Muna? I'm cleaning up the music room. يبقى انا سمعت مين؟ music. music يعني موسيقى، و music room يعني حجرة الموسيقى. Can I help you? Can I help you? Sure. Can you put the bass by the window? يبقى انا سمعت كلمة window، يبقى اكتب على طول ها window. Oh it's so heavy. Look out Kareem. There's a box behind you. يبقى انا سمعت هنا كلمة there، يبقى لازم اكتب there. تاني لازم اكتب there. تعال نشوف question number 2، وده عبارة عن choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 you want some help. You want some help. حبايبي لازم نتفق ان or او have ما ينفعش يجي وراهم مصدر ابدا، فبالتالي طالما want فعل في المصدر ما ينفعش or ولا ينفع have. طب بقى لي مين؟ بقى لي do does. طب اخد do ولا does؟ هقولك هاخد do. طب ليه يا مستر؟ قال لي عشان في you. number 2 well I can't move the bass it's so. طبعا مش هقدر احرك البيس. ليه يا ترى؟ عشان هو little صغير ولا small
صغير ولا new جديد ولا heavy؟ أكيد لأنه heavy يعني ثقيل. Put it over there the window. بقول له حط هناك إيه الشباك؟ أكيد بجوار الشباك. إحنا قلنا بجوار يا حبيبي معناها by the window. Number four, Huda is her mother. Clean up the kitchen. المفروض إن أنا خدت بتساعد إيه؟ بتساعد مامتها. بس خلي بالك إذا هنا بجوار verb plus ing وإحنا قلنا الزمن ده present continuous يعني مضارع مستمر، فبالتالي هقول Huda is helping. تاني Huda is helping. Number five, what's on in here? طبعا خدنا في المحادثة لما كانت بتقول ماذا يحدث هنا كانت بتقول what's going on in here. What's going on in here. Number six, pupils can sing at the school. طبعا التلاميذ بيقدروا يغنوا أكيد في الحفلة الموسيقية. احنا خدنا حفلة موسيقية معناها concert. Number seven, قولي there is a box AU. طبعا هقول في صندوق ايه؟ in you فيك ولا into ولا on you ولا behind you؟ اكيد behind you يعني خلفك. Number 8, Nader is a ready for the concert. قلت لكم يا حبايبي ان am was war بيجي وراهم الverb plus ing لان ده بيبقى present continuous يعني مضارع مستمر، فبالتالي هقول is getting ready. Page 19, بولي next week our school will have a concert. Mr. Tamir is our music teacher. He is getting ready for it. Kareem is cleaning up the music room to help his teacher. Mona wants to help too. She wants to move the bass by the window, but it's so heavy. Kareem helps her to move it. Mr. Tamir is not happy to see the mess. طبعا هنا السؤال الاولاني بيقول Mr. Tamir is a ready for the concert. حتى هنا حبايبي لو مش مديني قطعة فانا عارف ان هو يستعد، اسمها is getting ready for the concert. Number 2 بيقول the bass is so. بيقول لي ان البيس ايه جدا، يا ترى light ولا heavy ولا small ولا big؟ طبعا light خفيف، small صغير، big كبير، heavy ثقيل. طبعا عرفنا من القطعة قال لي ان هو so heavy و heavy معناها ثقيل. تاني heavy معناها ثقيل. طبعا هنا number 3 بقولي هو، واحنا قلنا هو يا حبيبي دي معناها من. بقولي هو is the teacher of music، يعني مين هو مدرس الموسيقى. طبعا شكل ما شفنا في القطعة ان مدرس الموسيقى اسمه Mr. Tamir، فانا كل اللي انا هكتبه هكتب Mr. Tamir. تاني Mr. Tamir. طيب تعال نشوف number 4 بقولي why is Kareem cleaning up the music room. هو ليه كريم، طبعا why معناها لماذا، بقولي ليه كريم بينظف غرفة الموسيقى. طبعا مديني قال لي to help his teacher يعني عشان يساعد المدرس بتاعه، فكل اللي انا هكتبه هقول to help يعني لكي يساعد his teacher يعني عشان يساعد المدرس بتاعه، عشان اللي احنا بنقولها دي اللي هي لكي to، وto بيجي وراها فعل في المصدر. طب تعال نشوف الرينج الترتيب واللي here going on what in is. عشان كده بنقول يا حبيبي لازم نحفظ المحادثة كويس جدا، لازم احفظ المحادثة كويس جدا لان شكل ما انتم شايفين بيجيب لي منها في الترتيب، فعشان اسهل على نفسي احفظها فهو مرتب بشكل سريع. طبعا هنا تاني بقول لي here going on what in is، طبعا حافظين من المحادثة what's going on in here، يبقى هبدأ ب what's going on in here. What's going on in here. طيب اللي بعدها can't by myself I left and it. طبعا عارف ان الترتيب بتاعها I can't يبقى انا مش قادر، واجيب وراها الفعل بتاعي اللي هو left. طب left ايه؟ it اللي كانت عايدة على البيس. by myself انا قلت يا حبيبي ضمير منعكس بيجي قبله by. تعال نشوف البنكتويشن. وقلنا يا حبايبي البنكتويشن ما ينفعش ان انا اكتب الحروف كده وخلاص، لازم اكتب الجملة كلها بالبنكتويشن بتاعها. نمبر 1 بقول I'm helping Tariq to do his work. طيب I am الاي معمولة كابيتال خلاص، طيب يبقى الابوستروفي ناقص الابوستروفي ام يبقى I am، يبقى هكتب الابوستروفي واعمل شرطتين تحتها. بعد كده helping دي طبعا ما فيهاش حاجة، Tariq قال لي التي معمولة، to do ما فيهاش اي حاجة، his work في الاخر اكيد في الاخر في الستوب لان دي sentence يعني جملة مش question يعني مش سؤال. طيب number 2 بقولي what are you doing كريم، يعني ماذا تفعل يا كريم. طبعا هنا الدبليو بتاعت what
هتبقى كابيتال. ليه؟ لانها في اول الكلام. اور قال لي خلاص ما فيهاش. طب يو قال لي برضو ما فيهاش. طب دوينج قال لي ما فيهاش. طب جايب قبل كريم كوما قال لي جايب كوما لان ما فيش يا في الانجليش فهقول كريم وفي الاخر قال لي يبقى كويستشن مارك عشان ده سؤال. تعالى بقى نتنقل الكتاب بيت باي بيت وتمارين الدرس الاول. طبعا المفروض في اول سؤال بيقول listening circle المفروض ان انا بسمع برضو السؤال والاجابة وبعدين احط دايرة على السؤال او الاجابة الصحيح. نمبر 1 بيقولي what's going on in here قال لي we're cleaning up. طبعا هنا لازم اختار we're cleaning up. تاني لازم اختار we're cleaning up. نمبر 2 can I help you sure you can move the base. اكيد هنا هلاقي sure you can move the base it's a B. اوكي نمبر 3 What are you doing? I'm helping Mr. Khalid. طبعا هنا هلاقي سؤال A. What are you doing? Number 4. Can I move the base? Sure, you can put it by the window. فإذا هنا A اللي هي Can I move the base? يبقى على حسب ما بسمع السؤال أو الإجابة ببدأ أختار السؤال أو الإجابة بتاعتي. برضو السؤال الثاني listening. Nada is talking to Huda. Nada says, What are you doing, Huda? I'm helping Mr. Ali clean up the music room. يبقى هكتب هنا طبعا clean. Can I help you? يبقى هكتب هنا طبعا help. Sure, you can move the bass. طبعا move. Where can I put it? يعني اقدر احطها فين؟ طبعا يبقى هكتب put. يضع. Over there by the window. طيب تعال نشوف سؤالي الاختياري. Number one, there is a box AU. شكل ما شفنا في كتاب المعاصر ان بقول له يوجد صندوق خلفك. خلفك يعني behind you. تاني behind you. I'm helping Mr. Tariq up the sports room. قلت حبابي بساعده في التنظيف وتنظيف اسمها clean. وخلي بالكو شكل ما قلنا ان help someone يعني يساعد شخص بيجي وراها infinitive يعني فعل في المصدر او to المصدر. يعني حبيبي ممكن اقول clean up the music room or sports room او ان انا اقول to clean up the sports room. Number 3 بقولي what's going in here. طبعا اكيد what's going on in here ودي حافظينها من المحادثة. Can I help you? قال له sure. طبعا هنا can I help you يعني can I help you ممكن اساعدك. I can move the books it's so. طالما مش قادر احركه يبقى اكيد it's so heavy وقلنا heavy معناها ثقيل. Pupils can sing in the school A. طبعا بيقول ان الطلبة ممكن يغنوا في ايه المدرسة اكيد في الحفلة اكيد مش في السوق ولا في المحل ولا في المطبخ اكيد في السكول كونسرت اللي هو الحفل الموسيقي. Number 7 A out there is a B behind you. نفس الكلام اللي في المحادثة بس التانية كانت there is a box behind you. يبقى هنا هتقول احترس واحترس حبايبي اسمها look out. تاني احترس اسمها look out or watch out. Number 8 you can hit the base and put it by the window. طبعا هنا تحرك اسمها move so you can move the base يعني ممكن تحرك البيس وتحطه جنب الايه الشباك. Number 9 بقول he is ready for the concert. تاني is ready for the concert قلنا يستعد اسمها getting ready. تاني getting ready. تعال نشوف القطعة بتاعتي بقوله مستر هاني is my music teacher. He's getting ready for the school concert. He is cleaning up the music room. He asks the pupils to help him. He asks Judy to move the bass. يبقى هو طلب من جودي ان هي تحرك البيس. Judy can lift it by herself. فجودي مش قادرة ترفعها بنفسها. So Judy asks her friend منى. عشان كده بتطلب من صديقتها منى to help her. ان هي تساعدها. تعال نشوف question number one. بقول مستر هاني is getting ready for the school A. طبعا بيستعد ليه المدرسة اكيد لحفلة المدرسة. الحفلة الموسيقية يبقى school concert. Number 2 Judy asks A to help her. يا جودي طلبت من مين ان هي تساعدها. طبعا طلبت من صديقتها منى. Number 3 what's Mr. Hani job يعني ما هي وظيفة مستر هاني. طبعا شكل ما شفنا ان هو he is a music teacher يعني هو يا حبايبي مدرس ايه مدرس موسيقى. طيب who does Mr. Hani ask to help him يعني طلب من مين ان هي تساعده. طبعا هو طلب من مين يا حبايبي ان هي تحرك البيس. طلب من جودي. يبقى كل اللي انا هكتبه هكتب جودي. Okay, will write a paragraph of 7 sentences. اكتب paragraph من 7 جمل عن the school concert.
سكول كونسرت يا حبايبي اللي هي حفله المدرسه. شكل ما احنا عارفين عشان اكتب الباراجراف لازم اسيب اندنت يعني فراغ في الاول وابدا التوبك سنتنس الجمله الموضوع بتاعتي. يعني مثلا هقول وي هاد ا سكول كونسرت يسترداي. ما انساش ان بعد نهايه كل جمله لازم احط فلسطين وابدا بكابيتال ليتر الجمله الجديده. يبقى بقول ان امبارح احنا عملنا حفلة موسيقية. It was يعني هي كانت in our school يعني كانت في المدرسة بتاعتنا. It was very nice يبقى هقول ان هي كانت جميلة جدا. خلاص the pupils وكلمة بيوبلز يا حبايبي اللي هم التلاميذ تاني بيوبلز اللي هم التلاميذ. sing يعني غنوا a lot of songs يعني غنوا أغاني كتيرة. they played many musical and instruments يعني لعبوا على آلات موسيقية كتير. رامي was the soloist يعني كان هو المغني المنفرد. he sang يعني هو غنى very well جيد جدا. رنا البنت رنا played لعبت the harp يعني على الهارب softly برقة. we were very happy يعني احنا كنا سعداء جدا. after the concert يعني بعد الحفلة we went to the restaurant يعني رحنا المطعم. we had pizza وأكلنا pizza. it was a nice day يعني أقول يا حبايبي إن ده كان يوم لطيف أو يوم جميل. يبقى أنا كده وفيت الباراجراف وكتبت عن السكول كونسرت يعني الحفلة الموسيقية بتاعت المدرسة. تعال نشوف يلا الترتيب. بيقول لي help I you can طبعا عارفين او حافظينها من المحادثة. can I help you تاني can I help you يعني ممكن اساعدك تاني can I help you. lift عمر pace there and count هقول عمر عايز اقول ان عمر مش قادر يرفع البيس بمفرده فحول عمر count lift the pace يعني عمر مش قادر يرفع البيس. لو في باي هيم سيلف حول باي هيم سيلف يعني بنفسه. تعال نشوف يلا الترقيم. بقول مريم is helping her brother طبعا مريم لازم الام تبقى كابيتال. ليه الام تبقى كابيتال يا مصر؟ اولا اسم شخص ثانيا جاي في اول الكلام. طيب is helping كل ده ما فيهوش حاجه. her ما فيهاش حاجه. brother ما فيهاش اي حاجه. في الاخر فلسطين. طيب can you help Nabil please طبعا السي بتاعت كان هتبقى كابيتال. ليه يا مستر؟ عشان في اول الكلام. طب يو ما فيهاش حاجه. طب هيلب ما فيهاش حاجه. طب نبيل قال لي ده اسم شخص فبالتالي لازم الان تبقى كابيتال. خلاص الكوما اللي قبل بليز محطوطه. خلاص طب بليز قال لي ما فيهاش حاجه. في الاخر موجود الكويستشن مارك. شوف يبقى انا برقم ازاي. بكتب الجمله كلها بالترقيم بتاعها مش بكتب حروف بس وخلاص. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اوعى تنسى لو عجبك الفيديو شير لكل زمايلك ان شاء الله عشان الكل يستفيد. وذكروا ان احنا هنا على القناه بنشرح المنهج وبنطبق عليه من الكتب الموجوده في السوق ان شاء الله. مره ثانيه ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.